الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن خروج المسيح الدجال هو من أشراط الساعة الكبرى. روى ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطب فينا، ذات يوم فكان أكثر خطبته حديثا يحدثناه عن الدجال، فكان من قوله أن قال: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله الذرية أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا بعد نوح إلا حذر أمته منه، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. المسيح الدجال يقال له أيضا المسيح الكذاب، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل غير ذلك. ومما ورد في صفة الدجال أن كلا عينيه فيها عيب، فإحداهما عوراء حقيقة، والثانية ناتئة جاحظة كأنها عنبة طافية. وقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ أي انحناء، كأنه قطن بن عبد العزى. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور بعين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر، يقرأه الأمي والكاتب. قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، يعني كلمة كافر ظاهرة بين عينيه، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته والامتناع في ذلك. والمسيح الدجال يطوف الأرض في نحو سنة وشيء، يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. وثبت أن الدجال يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط فيفر. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة، وهي أرض ذات ملح لا تنبت، فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق.
والدجال شأنه غريب في تنقله، ليس مثلنا، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضل معه. يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب فيضل هنا وهنا وهنا، يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله، ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به الذين كتب الله عليهم الشقاوة. وعندما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون، لأن الله تعالى يفتن به بعض خلقه، فالذين يؤمنون به ييسر الله لهم الأرزاق ويوسع عليهم، والمؤمنون الذين يكذبونه ولا يتبعونه تحصل لهم مجاعة، فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس، فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. ثم عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لد، بعد ذلك يصير رخاء كبير، ويلتقي المهدي بعيسى عليه السلام أول نزوله، فعيسى يقدم المهدي إماما إظهارا لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه إنما ينزل ليطبق شريعة محمد في الأرض. ثم في عهد المسيح يصير رخاء كبير وأمن، فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب حتى إنه لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى. والأعور الدجال إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل، وهو الآن محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة. رآه واجتمع به الصحابي تميم بن أوس الداري عيانا، ركب ومن معه السفينة، فتاهت بهم السفينة شهرا وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل، وهو رجل عظيم جسده، كلمهم باللسان العربي، قال أنا فلان، وسألهم عن أشياء، هل صار كذا؟ هل صار كذا؟ وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال. وهذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين ثم يحييه بإذن الله، فيقول الرجل الذي فعل به ذلك لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك، ويقول أي الدجال للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه، ومعه نهران، واحد من نار وهو برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار عليهم. وأول ما يظهر الدجال يكون يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وإن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة مكثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. رواه مسلم. وقبل ظهوره ب3 سنوات تمسك السماء ثلث مائها، ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها، ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائها. ثم هذا الأعور الدجال
يصادف نبي الله عيسى بفلسطين، فيقتله نبي الله عيسى عليه السلام هناك بباب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. ولأجل الحفظ من فتنة الدجال أيها الأحبة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخرها على الدجال. فقد روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.